بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا شيء وما وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وجعلنا آية
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا
وتأتون في ناديكم المنكر
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه ولم وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا ننجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى في الأرض مفسدين. فكلموه
هم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات ولقد جاء فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من
قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا كفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين تحتها الأنهار خالدين
نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس القمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها بل أكثرهم لا يعقلون وما ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن